الثاني للصحراء المغربية المنظم تحت شعار الوحدة الترابية للمملكة ورهانات الوضع الأمني والتنموي بالمنطقة. إن ازدهار أي دولة أو تقدم لمؤسساتها العمومية أو الخاصة يحتاج لمعايير وأسس ترتكز على الوحدة والأمن والأمان. وإن المنتظم الدولي اليوم يشهد على نجاح السياسة المغربية التي يقودها عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وكيف تم إحداث مؤسسات وهيئات تعبر تعبيرا حقيقيا على كسب رهان الديمقراطية في مجال حقوق الإنسان. وكما لا يخفى عليكم أن أعداء وحدتنا الترابية يصارعون الزمن بغية وضع متاريس العرقلة والجمود في مسار ملف صحرائنا المغربية، مستعينين في ذلك بمرتزقة لا تربطهم بالأرض لا روابط التاريخ ولا الجغرافيا، وبمنظمات حقوقية تشتغل بمنطق إعداد تقارير مغلوطة مدفوعة الثمن، ناسفين في ذلك الجهود الأممية الداعية إلى إيجاد حلول قويمة سليمة لإنهاء نزاع مفتعل لمجرد أن هذه المساعي تتعارض مع مخططاتهم الانتهازية في المنطقة المغاربية وفي دول الساحل والصحراء. ولعل ما يتعرض له إخواننا المحتجزون في مخيمات الذل والعار يندى له الجبين قبل أن تدمع عليه العين. حرمان قاتل من أبسط حقوق الحياة، لا تعليم لا تطبيب ولا حتى حق الحرية والعدالة. فكيف يقبل المجتمع الدولي أن يصمت على تجاوزات الانفصاليين وحكام دولة الجوار؟ وكيف يتغاضى على معاناة إخواننا المحتجزين الذين ينتظرون مصيرهم ويتطلعون بعد سنوات الانتظار الطويلة للعودة إلى وطنهم وديارهم؟ وهنا نسجل بحسرة وذهول شديدين التصريح الأخير لبان كي مون ونعته لبلدنا بالمحتل قمة اللامسؤولية واللاحياد، وليس كما يقال إنها ذلة لسان. ومنه نسجل استنكارنا على خلفيات هذا التصريح. سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، إن الجهوية الموسعة التي تبناها المغرب وأعطيت انطلاقتها من مدينة العيون في أواخر السنة الماضية تعتبر حلاً ناجعاً بتأييد من مختلف الدول الكبرى للتعامل مع ملف الصحراء والاستمرار في بناء مغرب ديمقراطي يخرج البلاد من معيقات السياسة المركزية إلى إيجابيات مغرب اللامركزية القائمة على الجهوية الموسعة أو نظام الحكم الذاتي الذي ينبغي تفعيله على أرض الواقع من خلال تمكين الصحراويين المغاربة وكذلك باقي سكان المملكة من أجهزة تمثيلية ذات اختصاصات فعلية وإمكانيات مالية تسمح لها بتدبير محلي وفعلي. إن سكان أقاليمنا الجنوبية متشبتين بمغربيتهم، راضين على كل الرضا بالمبادرة المغربية المتمثلة في مشروع الحكم الذاتي ضمن الوحدة الترابية والسيادة المغربية، لكونها كفيلة بحل هذا الملف المفتعل بصفة نهائية. وهذا دليل على اطلاعهم ومعرفتهم التامة بالنهضة التنموية التي طالت مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي فاقت كل التوقعات. أيها الحضور الكريم، إن المقترح المغربي ممتاز وشامل ويحترم الآليات الديمقراطية المتوافق عليها دولياً والتي ترضي المجتمع الدولي، وهو صمام أمان للمنطقة وهازم لكل أنواع التطرف الديني الذي يحاول أعداؤنا ذرعه في دول الساحل والصحراء. وإن الضمان الحقيقي للمقترح المغربي هو مؤسسة إمارة المؤمنين التي تنهج الإسلام الحقيقي السمح النابذ للتطرف وللإرهاب. وفي ختام كلمتي أجدد الترحاب بكم
وبضيوفنا مشكورين، كما أدعو الله العلي القدير أن يديم أمننا وعز مملكتنا وأن يحفظ ملكنا الهمام محمد السادس، أدام الله له النصر والتمكين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.